مش معقول. انت متأكد؟ طيب متشكر. هدى تعالي حالا. انت عارفة العطا بتاع صفقة الحديد رسي على مين؟ لا. انت تعرفي واحد اسمه عادل حلمي؟ ده موجود بره وعايز يقابلك. يقابلني انا؟ ايوه. طب خليه يدخل. اتفضل. اهلا يا استاذ عادل، اتفضل. انا اسف اني جاي من غير ميعاد. العفو، ده مكتبك. طبعا، والا ما كنتش جيت. اظن بلغ حضرتك اخبار مناقصه الحديد. اه مبروك. مبروك عليك انت. ازاي؟ هي مش رسيت عليك؟ وانا جاي اقدمها لك هديه. بمناسبه ايه؟ في الواقع ضميري انبني، وانا ما استحملش تانيب الضمير. مش فاهم. خلينا في المهم، عاوز الصفقه دي ولا لا؟ ايوه، بس يعني عندك استعداد تدفع لي 20,000 جنيه واتنازل لك عنها؟ 20,000؟ تفتكر المبلغ ده مش كتير؟ في مكاتب تانية تقدر تدفع لي أكتر من كده بكتير، وأنت عارف كده كويس أوي. وهو كذلك. اكتب لي تنازل. أوي؟ الاسم بالكامل عادل حلمي منير. مبروك. تفضل. عن اذنك استاذ عادل، احب اقول لك ان انا عارف ليه ضميرك انبك. ومع ذلك مش ذنبي. يمكن، بس مش كل مرة هتنجح بالطريقة دي. معاك حق، المرة الجاية هتلاقيها طريقة جديدة خالص وهتعجبك. أسرار المكتب يا هانم ما يصحش تبلغيها للمنافسين مهما يدفعولك. كلام إيه اللي بتقوله ده يا محمود؟ ما تحاوليش تدافع عن نفسك. سعاد سمعتك في التليفون وأنت بتبلغي قيمة مناقصة الحديد. مستحيل، كدابة. وكمان بتقلي أدبك؟ أنا لا يمكن أعمل كده. سعاد ما كدبتش، المبلغ اللي سمعته منك هو المبلغ اللي مكتوب في العرض. بقى بتصدق سعاد؟ وما صدقهاش ليه؟ كفايه غش وخداع بقى. خداع.